وتلاقي بنخش على الهوا ان في عقوبات هتحصل على الاهلي بسبب بيراميدز، ايه الحكايه؟ الماتش الاخير ما بين الفرقتين كان في بعض التجاوزات ما بين سواء من هنا ولا هنا. المستشار القانوني للنادي الاهلي تم ابلاغه من لجنه الانضباط بالاتحاد المصري ان في ايقاف هيبقى لسعد شلبي المدير التنفيذي ولمحمد الجرحي ولمحمد سراج، بالاضافه لاثنين لعيبه هم امام عاشور وخالد عبد الفتاح. قد يكون ان اتحاد الكره قرر بس تاجيل اعلان لا معلش، يعني ايه ايقاف اعضاء مجلس الاداره؟ ما هو اعضاء مجلس الاداره كان في بيراميدز كان مقدم شكوى ضد اعضاء مجلس الاداره. مش انا بكلمك على العقوبه نفسها، هيقفوهم عن ايه؟ هيقفوا حضور ماتشات بقى، ممارسه اي نشاط رياضي او حضور المباريات الخاصه بالنادي الاهلي ما يبقاش موجود زي ما كان حصل قبل كده في الرئيس السابق لنادي الزمالك بالحرمان من حدود عدد اللاعبين اللي هيتم امام عاشور ومين تاني؟ وخالد عبد الفتاح. ده هيتم ايقاف ولا تغريم بس؟ يعني ايقاف وتغريم. ايقاف وتغريم؟ اه. وقد وفي المقابل وفي المقابل كمان هيبقى في بيراميدز نفس الموضوع عشان خاطر الاهلي كان مقدم شكوى في بعض المسؤولين في نادي بيراميدز وبعض اللعيبه، خاصه بعد الفيديو اللي كان ظهر فيه مروان حمدي، اقرب حد اللي هو كان ظهر في فيديو كان موضوع ان مروان حمدي لجنه الانضباط اوصت بايقافه 6 شهور. الكلام ده فعلا اوصت لجنه الانضباط بايقافه 6 شهور؟ لا صعب جدا، ما فيش اي حاجه بخصوص 6 شهور دوت. هو لو في اي عقوبات اعتقد ان اتحاد الكره يعني اجل الاصطدام مع الانديه سواء الاهلي او بيراميدز اللي فيما بعد نهايه مباراه السوبر، استاذ احمد حرك واستاذنا وعارف يعني اللي هو عايز يتجنب اي مناوشات او اي شحن قبل البطوله، خاصه ان هي بطوله تسويقيا قويه جدا بالنسبه لاتحاد الكوره او لرابطه الانديه. فقال لك احنا اعتقد ان بعد نهايه بطوله السوبر المصري في الامارات هيتم اعلان العقوبات رسميا، خاصة في ظل اللي كل الناس في ضغط كبير جدا على مسؤولي الاتحاد ولجنة الانضباط، خاصة اللي هو فين العقوبات الفترة طويلة جدا بتحقق في الموضوع ده، الدوري خلصان بقاله كتير جدا وفي مناوشات حصلت، فلازم يبقى في عقوبات عاجلة وفي قرارات سريعة عشان خاطر ما يتكررش تاني نفس المشاكل ولا نفس التجاوزات اللي بنشوفها في ملاعبنا خلال الفترة الأخيرة. طيب